جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وارتداء كمامة الوجه للحد من انتشار فيروس كورونا. تنوه وزارة الداخلية للسادة المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي ولبس كمامة الوجه، وذلك للوقاية من فيروس كورونا. في الآونة الأخيرة لاحظنا عدم التزام بعض من أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتوصيات اللي وضعها الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا، وفي الوقت الحالي هذا لا يعد أمر اختياري بل يعد واجب وطني على الجميع تطبيقه، وفي حالة التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية يعد خطر على الفرد نفسه وعلى عائلته بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. وإحنا بدورنا كشرطة خدمة المجتمع قمنا بتكثيف حملاتنا التوعوية قبل حملات تطبيق القانون، ونطلب من أفراد المجتمع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتوصيات اللي وضعها الفريق الطبي وانتكاته في يد بيد لتخطي هذه الجائحة. يعتبر الالتزام والتقيد بالإرشادات أمر بالغ الأهمية، خاصة حين يتعلق بصحة وسلامة الإنسان، الأمر الذي يتطلب أن تكون مبادرته بيده كان يتباعد اجتماعيا ومن تلقاء نفسه عند أي ازدحام، ويلتزم وبكل دقة بالتدابير الوقائية. كل اللي علينا أن احنا نلتزم بالإجراءات وبالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وين ما نروح وين ما نرد، وإن شاء الله هذه راح يحد من عدد الإصابات بالفيروس، واللي علينا ان احنا نسمع التوجيهات اللي جاي من فريق البحرين ونكون يد واحده. ارتداء الكمام هاي شيء رئيسي من عقب الله انه يحميك. ثاني شيء يعني الواحد يحاول يتفادى في الوقت الحالي، ان شاء الله ان ازمه بتعدي، يحاول يعني يتفادى التجمعات والميالس، والله يحفظ الجميع ان شاء الله. اتمنى من المواطن والمقيم ان يرتدي الكمام والتجمعات هذه تخف منها عشان حالات بعد تنزل، وكلنا يعني مجتمع واعي يعني ان شاء الله. يظل الفرد والتزامه بالإجراءات الاحترازية مسؤولية مجتمعية وواجب وطني من أجل حماية وسلامة الجميع.